الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا هبه هذا المكان وهذا الوقت والقعده اللي احنا قاعدينها دي، واستأمننا على شيء يا رب نكون قد هذه الامانه ان احنا نقعد ونوصل للناس يعني ما تيسر من فهم القران الكريم، ونكون يعني أكون أنا سبب ولو بعيد خالص في أنه أبقى قاعدة هذه القعدة، ويعني نذكر الناس ونذكر أنفسنا. يعني لسه دلوقتي سمع خبر مفجع عن حد توفاه الله، فنان لطيف اسمه مصطفى درويش، حالا اتفاجعنا من الخبر وتهزينا، ففضلت أبعت لولادي الصلاة قوموا صلوا، جوزي نايم قوم اصحى صلي. يعني احنا لازم نفكر بعض طول الوقت، وقلت للشباب اللي معايا في الاوضه يا جماعه الذكر بقى يبقى على لساننا على طول، لانه احنا مش عارفين نهايتنا امتى. الصدقه يوم او يوم لا، لازم كده، لازم نفكر بعض، لو نسينا حد يفكرنا. ولسه بقول لهم واحده ربنا يكرمها على جروب كل يوم الصبح الاقيها كاتبه صلاه الضحى، اقول ربنا يكرمها، ساعات ابقى فاكره اصليها وساعات يبقى عندي حاجات، فاول ما اقراها اقوم داخله اصليها في ميزان حسناتها. فربنا يجعلنا من الناس اللي بتذكر يعني بالحاجات اللي هي هتنفعنا في الاخر. ازي حضرتك فضيله الشيخ محمد ابو بكر؟ الحمد لله على السلامه، كل سنه وحضرتك طيب. سلمك الله من كل سوء ومكروه، وعون احمد للمشاهدين والمشاهدات الكرام. سعاده بالله من كل شيطان، وبسمله بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران الأعطران المشرقان على سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين يا رب. بما أنك تطرقت لذكر الموت وهو الحق الذي لا أحب أن أذكره كثيرا، والحقيقة وكأنك كنت تسمعينني بالأمس ويعني كنت أتحدث مع أولادي، وكنت أقول لو تأملنا في حياتنا لأدركنا أننا هنا فترة مؤقتة نحتاج أن نستثمر كل لحظة فيها. ودايما يا ستي دعاء، انا من الناس اللي بخاف قوي، فلما اروح المقبره او المقابر عموما اسال نفسي هو انا هنام هنا لوحدي ازاي؟ هو انا لما اقرا حديث النبي كده يسمع قرع نعالهم وهم ماشيين، خلاص سابوني الزوجه، سابتني والاهل سابوني والولاد سابوني وكل الدنيا كلها سابتني، واكرم شيء عملوه ان هم دفنوني، خلصت اتقفلت صفحتك، فماذا كنت تفعل؟ هنا ياتي القران الذي نتدارسه، وهذا ما كنت اقوله لاولادي بالله، لان امهم بتقول لي الصغير بيقول لك احنا بنحفظ القران ليه؟ ايه السبب يعني؟ فقلت له هذا القبر حينما يغلق عليك وتشعر بالوحشه يشفع لك، امك تشعر بالوحشه وتخاف، انت القران يجي يطبطب عليك ويقول لك ما تخافش، انا انيسك، انا حبيبك، انا انير لك. وسبحان الله العظيم، لان الشيء بالشيء يذكر، فقد فقد العالم الاسلامي كله مولانا الشيخ عبد الله كامل، وهو أحد قراء القرآن الكريم الذي منحه الله صوتا شجيا عذبا نديا. أنا سمعت أن عمره 38 سنة. نعم بالميلادي، ولكن بالهجري 40 سنة وثلاثة أشهر تقريبا. هذا الصغير الذي دخل إلى القبر بعرفنا، وإن كان لا صغير ولا كبير مع الله سبحانه وتعالى، لكن تخيلي وأنا بسمع كده أخونا الدكتور مصطفى سيف الذي كان معه في أمريكا، وهو يحكي عن الغرفة التي مات فيها، وكان أحد الناس عزمه يقعد عنده. أيوة. فقال له إيه رأيك يا
يا مصطفى؟ قال له لا، خليك ضيف في بيت ربنا سبحانه وتعالى احسن. يعني ايه؟ يعني خليك ما تروحش عند الاستاذه دعاء وتتقل منك ليه؟ خليك في انت كده كده في ضيف في بيت يعني؟ في غرفه استضافه. فالعجيب والاعجب بقى ست دعاء، الجميل والاجمل، قال له انا بحب الاوضه دي. رمضان اللي فات دي الاوضه دي شهدت كام ختمه لاخونا عبد الله كامل؟ 24 ختمه ما شاء في رمضان الله. بس ما شاء في شهر في رمضان اللي فات ده بس، قبليها كان 28. ده كان فاشل يعني، ده بعرف نفسه فشل لان كثره الاسفار. تخيلي، ما هو اهل الله لهم ختمات. البعض ياتي بالقران كله في جلسه، يلجا ياتي في جلسه واحده بالقران الكريم، يعني في يوم واحد بالقران الكريم. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك هذا سهل ميسور على من يحفظ القران الكريم. واخونا عبد الله كان كريم البصر، كان يرى بنور الله. ومن اعجب ما سمعته منه درس كده لا يتخطى دقيقه، وهو بيتحدث لاخواننا في امريكا، وكان واحد كان قلب للصلاه مباشره، قال له يعني انا مش قادر استوعب ان احنا هنشوف ربنا يوم القيامه. فقال ان حد بيسالني انا مش قادر استوعب اشوف نور ربنا، هو انا مصبرني على العمى في الدنيا الا ان انا هشوف نور ربنا يوم القيامه. فهذا القران الذي هو انيسنا، وبما اننا نتحدث في سوره الملك، فصحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ست دعاء، ماشي كده في سفر من الاسفار، وبعدين حب يقعد يستريح شويه، فنصب الخيمه بتاعته في حته زي اللي احنا قاعدين عليها دي. وبينما هو نائم او جالس، استمع احدا تحته يصلي يقرا سوره الملك. فعرف انه ايه؟ على قبر. يعني هو هنا عدى على قبر، ده قبر بقى. فرجع حكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، يسمع حد في القبر هو بيقرا في قبره سورة. قائم يصلي يقرا سوره الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انها المنجيه، انها المانعه. يعني ايه المنجيه والمانعه؟ اي التي تمنع عذاب القبر وتمنع فتنه القبر. تمنع عذاب القبر وتمنع ايه؟ فتنه القبر. ولذلك بقى احنا النهارده راجعين من رمضان مع ايه جميله قوي. ربنا بيقول فيها ايه؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الايه لو انا وحضرتك وكل واحد بيتابعنا النهارده عاش مع الآية دي، سيتأدب مع الله أدبا شديدا. إذا نزل به ابتلاء لا يحزن، وإذا جاءته البشرى لا يفرح. لكنها آية مطمئنة جدا جدا. ألا يعلم من خلق ألا يعلم من أيوة وصبيك. الله شوف الجمال، يعني هو عارف بقى كل واحد الله، وهو لطيف بيه. شوف الجمال، فهي مطمئنة برضه وتعلمك الأدب. إذا نزل بك هم أو حزن أو ابتلاء، من الذي أتى به؟ الله. فهو يعلم من خلق، وهو بك لطيف، وهو بك إيه؟ لطيف. طيب، وبك خبير. ولذلك لما نيجي ندعي ربنا، احنا من أوجه الإساءة في الدعاء إن احنا نقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء. لا، احنا بنسأل ربنا رد القضاء. لا، ما تقولش كده. لا، اللهم إنا نسألك رد القضاء. نسألك رد القضاء، وإن حكمت به علينا فالطب بنا فيما جرت به المقادير. وده ياخدنا لحتة تانية. نسألك رد القضاء، لكن نسألك اللطف فيه. لا، احنا بنقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء. لا، احنا نسألك نسألك رد القضاء. خلي بالكم، هو هي الدعاء الاولاني ده، الناس يعني فاهمه انه ده تأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. لا، ده مش تأدب، ان احنا يا رب قضاءك احنا راضيين بيه، بس سلطف بينا. لا، بس هو ربنا قال لك ايه؟ قال لك ان هذا القضاء قابل للتغيير. بالدعاء. بالدعاء القدر نازل والدعاء يدفع القدر. طبعا طبعا. والاقوى هو اللي يدفع. اذا كان الدعاء بتاعك اقوى يدفع. إذا كان القدر أقوى يدفع. خلاص. وبعدين ربنا اداكي آية في آخر سورة الرعد تطمئنك أكتر من الآية دي، اللي هي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني إيه؟ يعني اطمئن،
أن الله سبحانه وتعالى إن استمررت في الدعاء وإن اجتهدت في الدعاء قادر على أن يغير قدرك، قادر على أن يمحو شقاوتك. ولذلك إحنا في ليلة النصف من شعبان من جملة الدعاء نقول: اللهم إن كنت قد أثبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقطرا علي في رزق أو من أصحاب الضيق والهم، فإنك بفضلك تمحو شقاوتي وتثبتني سعيدا مرزقا، فإنك القائل يمحو الله ما يشاء ويثبته، وعنده أم الكتاب. الناس تدعي بقى اللي مش حافظين، الستات الجميلة اللي على نيتها اللي مش هتعرف تحفظ الدعاء ده، تدعي كده باللي يجي في قلبها. شوفي يعني الأصل في الدعاء ما يجري على اللسان. الأصل، احفظ الكلام ده كويس قوي، الأصل في الدعاء إيه؟ ما يجري على اللسان. يعني ايه ما يجري على اللسان؟ يعني اللي يجي على لسانك قوله لربنا. واهل الله من السلف كانوا لا ينشغلون بالايه؟ بالاجابه. وانما ينشغلون بالدعاء. لانه متى اطلق لسانك بالدعاء والطلب فاعلم انه سيعطيك. يا رب. فاعلم انه ايه؟ سيعطيك. لكن القصه انت محتاج تدعي ومحتاج تلح. والله يرضى على ابن القيم يقول حته جميله قوي. يقول: خليك مع ربنا ولله المثل الأعلى كالطفل الصغير مع أبيه. طفل الصغير الحاح جدع زن، وبعدين يجيلك الأول إيه؟ يقول لك. وبعدين يعمل إيه؟ ها؟ يتحايل بقى ويزن، يتحايل ويزن، وبعدين يتنطط في الأرض يدبدب يعيط. فأنت روح عيط لربنا، اخضع له، قل له أنا ماليش غيرك، أنا غلقت الأبواب في وشي. خدوا بالكم أهم ثلاث أسباب لإجابة الدعاء: أن تدرك أن كل الأبواب قد غلقت بعد أن أخذت بكل الأسباب. ده أول شيء أن تتيقن. الأمر الثاني أن تتيقن أن دعوتك وأن مصيبتك وأن بلاءك وأن همك لا كاشف له إلا الله. الأمر الثالث أن تدرك أن الإجابة منك قريبة لكنك المقصر. شوفي أقول لحضرتك حاجة، لو رجعت لسورة مريم، مطلع سورة مريم مطلع غريب. خلي بالك بعد الافتتاحية: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كملي بقى: إذ نادى ربه نداء خفية. خايف الناس تسمعه. عارفة ليه؟ لأن الكلام اللي هيقوله لما يجي يقولوا الأستاذة دعاء تقول له ده كلام لا ينفع في علم ولا ينفع في طب. خفية يعني حاجة ما ينفعش، مستحيلة تحصل، بس أنا قمت قايلها. وده نبي، ما ينفعش. يعني خلينا ننتقل من النبي، طبعا له قدسيته وقدره، لمحمد أبو بكر. لو أنت سمعتني بقولها تقول الشيخ اتجنن، محمد أبو بكر اتجنن. خلي بالك. طيب مقام النبوة مقام سامي. خلي بالك بقى: قال ربي إني وهن العظم مني. خدي بالك، خلي بالك، وهن العظم مني. العلماء يقولوا إن وهن العظم أكبر شيء في الأمراض. لا يعني دي أعلى مرحلة في الشيخوخة. خلاص اللي هو مفيش أمل يعني، شاشة وكده. خلاص دي بقى خلاص وهن العظم مني. وبعدين واشتعل الرأس شيبة. وبعدين ها فكرني ولم أكن بدعائك ربي. يا سلام، شوف الدلال مع ربنا. انا عمري ما كان الدعاء يشقيني، ده الدعاء بيسعدني. خدي بالك بقى، شوف الجمال. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وبعدين شوف الجمال في الطلب. ما قالوش بقى اي حاجة تيجي من عندك رضا، قال له لا، فهب لي من لدنك وليا يرثني. يبقى هو عايز ولد ذكر. عد معاي: يرثني ويرث من آل يعقوب. طب والنبي بيتورث؟ لا. يبقى انا عايزه نبي. هيرث ايه؟ ما هو النبي ما بيتورث. فيرث النبوه. فيرث يعني النبوه. يرث العلم والحكمه. يرثني ويرث من آل يعقوب. مش كده وبس. واجعله ربي رضيا. ده انا عايزه كمان بار. وعايزه راضي مرضي في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى من جلال كرمه ومن عظيم فضله، لأنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إن سألته شيء أعطاك شيئا. وهاتي كل الأدعية بتاعت الأنبياء في القرآن تلاقي الموضوع كده. ربنا النبي يسأل شيء، ربنا يديله إيه؟ اتنين. فاسمعي بقى، قال له إيه؟ يا زكريا عدي، إنا نبشرك بغلام. ها
اسمه يحيى. يحيى يبقى سميناه كمان. خدي بالك لم نجعل له من قبل سمية. اول واحد يسمى باسمك يحيى. خلي بالك بقى، ومش كده وبس، بعديها على طول يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. طيب خليني اخد اتصالات لانها بقى لها فترة. سمر ازيك يا استاذه عايده؟ اهلا وسهلا. ازيك يا سمر؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانتي طيبه. انتي طيبه حبيبتي. ازيك فضيله الشيخ؟ تقبل الله منا ومنكم يا ست الكل. كل سنه وحضرتك طيب. الله يحفظك. انا كنت عايزه اسال سؤال بخصوص 6 ايام شوال. هل ينفع ان انا اصومهم بنيه قضاء الايام كمان بتاعه رمضان؟ ماشي يا ست سمر. عندك كام سنه يا ست سمر؟ انا عندي 30. مش هنكبر بقى على الاسئله دي يا سمر؟ لا لا لا، عايزين نكبر شويه. ها يا صاحبي، خلي الناس تسال فضيله الشيخ عشان وديتوها فين؟ ما هي 30 سنه صغيره لسه. لا لا، احنا اللي كبرنا. لا لا خالص. طيب وفي سؤال تاني يا سمر؟ انا برضو عندي سؤال تاني. انا بحب جوزي جدا جدا. الله تمام أكبر. وعلاقتنا مش 2 متجوزين، احنا اصدقاء، واحنا يعني كل حاجه لبعض. ولذلك من فضل الله، ولما شاء الله، خشية أن تصيبي نفسك بالحسد. الله يهديكي. قولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنا دايما عندي شعور من جوه أن هو يعني لا قدر الله حد يعني يسيبني، فأنا لأن أنا متعلقة بيه جدا. أن هو يعني إيه يسيبها؟ هيطلقك يعني؟ متجوزين بقالكوا قد إيه؟ بقالنا 10 سنين. طيب. بس اللي هو يعني يجرى له حاجة يعني لا قدر الله يعني. طيب ما تقفليش يا سمر، بس عشان الحتة دي بالذات عايز أقولها لك. طب ثواني قولي لي يعني، فانت ايه السؤال في الجزئيه دي؟ احساسي من داخلي ان انا يجرى له حاجه، خايفه جدا ان هو يجرى له حاجه مثلا او يسيبني. احذري لوحدي انا واولادي مثلا. يا ست سمر خايفه هو الخوف ده. ولكل المشاهدين، الخوف ده بيجي لناس كتير، على اولادهم، على احبائهم، على امهاتهم، على ابهاتهم. في واحد اعرفه بيعيط، يعني بيعيط عشان خايف على باباه برضه. فالاحساس ده بيجي لناس كتير. انا قلت حاجه، بس انا اقول لك على حاجه. أعرف. انا عندي امل انه سيقف على وسطي. استغفر الله العظيم يعني يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. سمر بقى. طب ناخد ام عمر علشان الناس بقى لهم كتير، وسمر هتقفل وهتسمع الاجابه. ازيك يا ام عمر؟ اتفضلي. وانت طيبه يا حبيبتي. ممكن اسالك سؤالي؟ اتفضلي. بصي انا متجوزه بقالي 30 سنه. فحضرتك يعني زوجي ده بيصرف في البيت بس ما بيصرفش قد كده، مش مكفيني مصاريف. ماشي. فهل اللي انا فيه ده ما بيتغيرش؟ هل ده ابتلاء اوجهه للشيخ ان ده ابتلاء من ربنا؟ يعني في بخل؟ أيوة. ولا هو ضيق الحال، في ضيق من الحال؟ لا هو بيسافر يعني بره وربنا مأثر عليه، بس تطلب الطلب يوريكي يطلع عينيكي، ما بينفخش في البيت زي الناس. فاولادي عندي ابني الكبير سامني وراح اتجوز سكن بره، اجر بره. ماشي. ويشتغل على دراعه يعني، يشتغل في شركه كده، يوم يشتغل يوم ما يشتغلش. فهل هو بيجي يزنق في الفلوس؟ السؤال ده الثاني. بيقول يا ماما انا عاوز ادفع الايجار، ازاي بديهوله بس ما بقدرش ان انا ادفع له الايجار. ماشي. هل ده حرام عليا لابني ولا اي يعني وضع الدين فيه؟ مش فاهمه يعني، انا خايفه اكون ظلمت اولادي. ظلمتيهم ليه؟ انت جوزك هو اللي بيشتغل وميسور الحال لكنه مضيق عليكم الرزق. ايوه. وابني طلع مني وطلع وقال انا هطلع اشوف حالي. طيب فبيشتغل يعني يوم يشتغل شهر يشتغل شهر ما يشتغلش. طيب. فبيجي يطلب مني ان انا اساعده، فما بقدرش ان انا اساعده يعني. طيب. اكفيه. هل ده حرام عليا؟ وهل اللي زوجي بيعمله فيا ده ابتلاء من ربنا ولا ايه بالظبط؟ طيب شكرا يا ام عمر. هاخد نور ونرد على التلات اسئله. يلا يا نور. اتفضلي. اتفضلي يا نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا كنت عايزه اسال الشيخ على حاجه. قولي. لو سمحت بس انا في حاجه حصلت في البيت عندي يعني، كلام اتقال على واحده صاحبتي ومن غير ما اقصد وقعت بالكلام قدام صاحبتي دي. يعني واحده بوصلت قالت كلام عليها، فانت قمتي موصله لها الكلام اللي اتقال عليها.
فاهمة أقصد يعني، وقعت بلساني قدامها. طيب أنت عندك كام سنة؟ وطي التلفزيون بقى واسمعينا، عندك كام سنة؟ عندي 13 سنة. يا حلوة يا زقننة. ها فايه السؤال بقى يا نور؟ 13؟ اه. ها فايه السؤال؟ انا دلوقتي مامتي زعلت مني ومش عارفه اصالحها ولا ارضيها. تصالحي مامتك ولا تصالحي صاحبتك؟ مامتي. طيب حاضر حاضر يلا يا نور حاضر. طيب سمر، الست الايام الشوال اللي حضرتك بتقولها كبرنا على الكلام ده. اه ليه؟ احنا عايزين نترقى. يعني احنا انت بقالك قد ايه ما شاء الله في الاعلام؟ خلاص هي 30 سنه يمكن لسه بدات تتفرج على برامج. عايزين نترقى في اسئلتنا بقى خلاص كده. وفي اسئله كده خلاص نحفظها بقى. طيب بالنسبه في نور عندها 13 سنه لسه صغننه. ما احنا بنتكلم هنفضل نعيد ونزيد. طيب في كل الاسئله. طيب هنعمل ايه؟ انا افتي بجواز الجمع بين الست من شوال وأيام القضاء، ولكن الفصل بينهما أولى وأفضل إن استطعتي. خلاص كده. السادة الشافعية عندهم إذا صمت القضاء في أي يوم من أيام شوال حصلت النيتين. خلاص كده، حصلت الأجرين والثواب إن شاء الله. أنا ماشي خلاص كده. ماشي خلاص، ربنا يكرمك. واختلاف العلماء رحمة. أيوة. خلاص كده، وديننا يسر. ده أول حاجة. النقطة الثانية وبحذر منها سمر، وبحذر منها أستاذة دعاء، وبحذر منها أي حد. يا جماعة احفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروه عن رب العزة: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. احذروا يا جماعة، لما تظن بربنا، ظن بربنا يا سمر ان ربنا هيحفظ لك زوجك، وان ربنا هيطيل عمره وهيحسن عمله وهيزوج اولاده هو بايده ويشيل احفاده. ثقي واحسن الظن في الله سبحانه وتعالى ان ربنا هيكرمك في اولادك وهيرضيك. واحد هيطلع دكتور والتاني يطلع مهندس والتالت يطلع يا جماعة حسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. أكبر غلطة بنقع فيها مع ربنا إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى تحت مسمى أنا خايف، أنا حاسس. هو ليه إبليس بيضحك علينا وبنحس بالشر ولا نشعر بالخير والطمأنينة؟ ليه إحنا دايما أنا حاسس إن أنا مش هعيش لولادي؟ إن شاء الله أنا حاسس إن أنا أعيش لولادي واتمتع بيهم ويمتعني ربنا سبحانه وتعالى بيهم ويبارك لي فيهم ويحسن أدبهم ويحسن تربيتهم. فأحسنوا الظن مع الله سبحانه وتعالى وأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. الجملة اللي حضرتك بتقولها بتاعت نعم. أنا أبويا هو اللي هيغسلني، ده أمل. هو ده حسن ظن بالله. اه حسن ظن على فكره. والولاد نفسهم يتمتعوا بأبوهم، والأب بيبقى مكلوم في ابنه. هو حسن الشاب ظن الصغير. هو حسن ظن. انا احب ابي دائما حبا جما، واقول لو كانت العباده لغير الله. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتمنوا الموت؟ يا ستي انا لم اتمنى الموت. امال ده ايه ده يغسلك فين؟ انا تمنيت ان اكون اسبقه الى الله سبحانه وتعالى، ما تمنيتش ان هو يسبقني. ده شيء انا ما اقدرش عليه، انا ما استطيعوش. هو الدعاء ده ليه اصلا؟ هي قلوب. انا ما دعيتهوش، انا ما بدعيهوش عشان الناس ما تقلدكش في الحته دي. الجزئيه دي صعبه قوي. انا ده شيء ده قهر للاب. ربنا يصبر ويربط على قلبه. لا حول ولا قوه الا بالله. والاعمار ده مش الحاجات دي حرام؟ مش احنا نقعد نقول ما تقوليش كده، بتدعيش على نفسك. انا ما بقولش وانا بدعيت على نفسي. ايوه ان شاء الله اثبتها. انا عندي انا يعني انا انا حضرتك دعيت على نفسي. انا ما بدعيتش على نفسي. أيوة. انا ما بدعيش على نفسي. لما واحد يقول ان شاء الله عندي امل، ابويا هو اللي يغسلني. عندي امل الا اقف انا على غسلي. انا لا اتحمل ذلك الا بالله. انا لا اتحمل ذلك. غفر الله لي ولك واطال الله عمره واحسن عمله. انصح الناس يا فضيله الشيخ ولا تتحمل. لا اله الا الله، لا تتحمل. طب انا هقول لك على حاجه. نعم فضل. انا ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. والناس تستحملني ما بعرفش، ما بتقونيش وانا قاعده معاك. لا لا على راسنا. احنا محتاجين نتعلم بس، وانا اسمح لي ان احنا لا على راس انصح النصيحه دي. نتعلم فن الاستغناء، اننا نستغنى عن اي حاجه متعلقين بيها، حتى الولاد، حتى الاب، حتى الام. نتعلم انه الدنيا مش دايما لحد خالص. طيب هل تصدقينني؟ تفضل. انا استطيع ان استغنى عن اولادي واستغنى عن زوجتي واستغنى عن الدنيا كلها الا ابي. اطال الله طيب. عمره واحسن عمله. ربنا يخليك. انا الى الان لا اجد راحتي الا اذا وضعت راسي عند صدره
ربنا يخليهولك لفضيلة الشيخ. وانا الطفل الصغير المدلل ليه، وانت طفل صغير في الجزئية دي بالتحديد، لانه غفر الله لي ولك. يعني الحاجة بتحكيهولي انا مش فاهماه قوي ومش عارفة استوعبه، بس خلينا نشوف القصة دي. ام عمر جوزها مضيق عليهم خالص وميسور الحال ومضيق عليهم، ولما ابنها بيخرج يشتغل ما بتقدرش تتكفي. يا سيدي ابو عمر الله يرضيك يا رب يكون سمعني، وانت في بلد الغربة يا رب يجيبك بالسلامة. بس بص يا حبيبي، افضل جنيه تصرفه لا على الفقراء ولا على المساكين، افضل جنيه عند ربنا سبحانه وتعالى على اولادك وعلى اهلك. خد بالك من الكلام ده كويس قوي. افضل جنيه تطعمه لمراتك ولعيالك. افضل عند ربنا من الفقير والمسكين، افضل ربنا المسكين والفقير بعد نفسك طبعا. طيب النهارده عندنا اختنا في ابتلاء، والاسلام على لسان رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في شخص هند بنت عتبة، لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بخل أبي سفيان قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني إيه؟ يعني يجوز إذا كان الزوج بخيلا، وحط تحت بخيلا مليار خط، يعني بخيلا في الأساسيات، بخيلا في الأمور المعيشية مش في الأمور الترفيهية ولا التنزيهية طبعا. خلاص كده عشان تبقى الإجابة كاملة. فيجوز للزوجة أن تأخذ بدون علمه من ماله ما يكتمل أو ما تكتمل به أصول الحياة وأساسها ولا شيء عليها مطلقا، بشرط ألا تعطي لا لأبيها ولا لأمها ولا لأخيها ولا لأختها ولا لأخر. خلاص كده. طيب نيجي للابن اللي هو ربنا يحفظه ويرعاه ويرزقه الخير، اللي هو طلع راجل وبيسعى وبيجد وبيجتهد. إذا ضاقت به الحياة وعاد إلى أمه يرجو المساعدة، أنا بقول لك يا أم عمر ساعد بقلب، وساعد بقلب قوي، وخدي من وراء أبوه وساعديه. أدم الولد صالح، وأدم الولد أنت شايفاه مجتهد، وأدم الولد بيبذل كل ما عليه، ولا إثم عليك مطلقا ولا شيء عليك مطلقا. أبشري فإن هذه صلة وبر وستر، وإن شاء رب العالمين ربنا يعوضك الابتلاء. وخدوا بالكم يا سادة يلي سمعيني، مفيش حد ربنا سبحانه وتعالى إداله حياته كاملة، كل واحد فينا عنده نقص في حياته يكتمل بالرضا، عنده نقص في حياته يكتمل بالإيه؟ بالرضا. فرضوا عن الله في حياتكم، واعلموا أن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي الرضا عن الله والرضا بالله سبحانه وتعالى. نور بنتنا عندها 13 سنة. نور أسأل الله أن يجعل لها من اسمها نصيبا يا رب. نور أنا فرحان جدا يا نور أن أنت يعني جميلة صغيرة كده وبتسألي، والأشد فرحا بالأم التي ربت وعلمت وأحسنت وخاصمت ابنتها حينما عصت الله سبحانه وتعالى. ده سؤال للتاريخ، يعني ده سؤال جميل جدا. يعني لا خصمتها عشان فلوس ولا خصمتها، انما خصمتها عشان عصت ربنا سبحانه وتعالى ونقلت الكلام. بس يا ام نور يعني خاصمتي وربيتي وادبتي فلا تطيل الهجر والخصام. ويا نور ده درس ليكي تتعلميه حبيبتي لسبب، ودرس ليا وللاستاذه دعاء ولكل حد. خدوا بالكم لو انا سمعت الاستاذه لميس بتقول على الاستاذه دعاء حاجه، وانا اعبد اهل الارض واتقى اهل الارض وانقى اهل الارض، فجيت يا استاذه دعاء قمت قايل لميس بتقول عليكي كذا، بتقول اللحظه دي انا كل ده بره بح، وبقيت في عرف الشرع فاسق. تخيلي ده ايه نقل الكلام. كوني اجي اقول ومع اني اتقى اهل الارض وانقى اهل الارض واعبد اهل الارض، التلاتة دول طاروا في لحظة وبقى اسمي ايه؟ ها؟ فاسق. اذا جاءكم نبأ طبعا فاسق بنبأ فتبين، وفي رواية من روايات القرآن فتثبتوا. خلاص كده. طيب الفاسق ده إيه هنتعامل معاه ازاي؟ نقول له تعالى اختار لك حاجة من اللي هنقولها لك دي، إما أن يصدق فيك قول الله تعالى هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. يعجبك؟ لا. طب إيه رأيك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى أنت فاسق والفاسق لا تقبل شهادته،
ولا يجالس ولا يؤكل ولا يزوج ولا يتزوج منه لأنه فاسق، مش كده ولا إيه؟ لا، يبقى عندك حل ثالث اللي هو إيه؟ توبوا إلى الله توبة نصوحة وأمسك عليك لسانك. وهل يكب الناس في مناخرهم على مناخرهم في النار إلا من حصائد ألسنتهم؟ وأسلم تسلم، واجعلوا دعاءكم دوما في صلاتكم، اللهم سلمنا من ألسنة الناس وسلم الناس من ألسنتنا. نورتني يا ست دعاء، أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والطهارة، ورزقني وإياك والمشاهدين وقوفا بعرفات آمين هذا العام. آمين يا رب آمين. فاصل قصير ونعود.